حضرتك كابتن محمد فاروق، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن. الفوز على الاسماعيلي النهارده فوز مهم وضروري للاهلي في هذه المرحله للابتعاد بالصداره، لكن تعليقك على النتيجه والفوز وحتى الثواني الاخيره بلس 90 بالنسبه للاهلي كما هو المعتاد في بعض المباريات الحاسمه. طبعا تحياتي للكابتن فاروق، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن. اكيد مباراه مهمه جدا طبعا، وثلاث نقاط مهمين جدا في مشوارنا في الدوري العام. بالمنطق كده بالواقع هو الفريق الاقرب ليك في المشوار، فاكيد الثلاث نقاط بيبقى مهمين جدا. لسه طبعا المشوار طويل، وانا باكد ان زي ما الناس بتقول لا الحسم مقرب، لا لسه المشوار طويل جدا، لكن هو مباراه بتقربنا بشكل كبير في مشوارنا، خطوه مهمه في مشوارنا. لكن خلينا نتكلم على حاجتين النهارده. اولا الاداء المميز لعيبه النادي الاهلي النهارده، اصرارهم برضو الى النهايه بالرغم عدد الفرص اللي ضاع اثناء المباراه لعده عوامل. اولا كان في فرص فيها تسرع شويه، وكان في فرص فيها عدم توفيق مننا، وكان في فرص فيها براعه من عواد النهارده. فالفرص دي طبعا خلتنا ان احنا نبذل مجهود كبير جدا لغايه اخر المباراه، لكن ربنا الحمد لله كافئنا في الاخر نتيجه الاداء اللي حصل النهارده بثلاث نقاط مهمين جدا وفوز مهم جدا. كيف تعاملت مع المباراه في ظل غياب ثلاثه من اللاعبين المراكز الاساسيه، سعد واحمد فتحي وحسام عاشور؟ اتعودنا في الفتره الاخيره يعني على طول الغيابات دي موجوده، وحته قلب الدفاع طبعا احنا بقالنا فتره طويله طبعا في غيابات، لكن عندي ثقه كبيره جدا في اللعيبه اللي بتلعب، وفي نفس الوقت بقول لا يعني واحد زي ايمن اشرف ده مش بيلعب لظروف اضطراريه، لا ده بيلعب باقتناع وده مكانه وخلاص بيثبت نفسه، وهتبقى في منافسه، هو يجب ان يعني هتبقى في منافسه بعوده نجيب وعوده سعد وعوده رامي ان شاء الله، واضافه لمحمود اللي جالنا جديد. فانا طبعا ببقى سعيد لان بيبقى في غيابات، وبتحس كمان قبل الشكل الفردي اللي احنا بنتكلم عليه، لو كنا على ايمن اتكلمنا على هاني، الشكل الجماعي والنظام ده مهم جدا بالنسبه لي. فبالرغم ان في عناصر بتبقى هامه جدا بتغيب، لكن النظام والتنظيم بتاع الفرقه واداء الفرقه اعتقد طبعا بيبقى ثابت بشكل كبير الحمد لله بتوفيق ربنا وبجهد اللعيبه وبجهدنا احنا وكل الجهاز الفني الموجود يعني. سؤال اخير، جمهور الاهلي محتاج يسمع من المدير الفني الاهلي الصفقات الجديده صلاح محسن ومحمد الشريف والاعارات اللي تمت النهارده ومحمود الجزار ومحمد فخري، عدد من اللاعبين وعلي لطفي كمان، لكن واعارات عدد من اللاعبين حسين السيد وعمرو بركات وصالح جمعه. ده كله بيتم طبقا طبعا المعايير، ومعايير كلها مصلحه الفرقه، وفي بعض المعايير بتبقى يعني تقدير مننا احنا لبعض اللاعبين في فترات زمنيه هتبقى قليله جدا، في بعض اللعيبه هتستفيد بشكل كويس، النادي هيستفيد كمان بشكل كويس، عمليه برضو كوميرشال فيها كوميرشال شويه للنادي، لان احنا في صفقات طبعا برضو بنتعامل معاها بتبقى محتاجه ماديات، فبنتعامل بشكل احترافي، وفي نفس الوقت كل المعايير دي بتبقى بعيده عن ان احنا نهز اي حاجه في الفرقه، وبتبقى طبعا بمعايير ان يبقى عندي ثقه واكتمال في العناصر اللي موجوده، ما يبقاش في اي دروب، فكل الكلام ده بيتحسب بشكل يعني منطقي، والحمد لله زي ما انا بقول احنا يعني ماشيين بشكل كويس، واللعيبه اللي موجوده عليها مسؤوليه، واللعيبه اللي راح اعارات ان شاء الله تبقى موفقه ان شاء الله وترجع لنا باذن الله ويستكملوا مشوارهم معانا باذن الله. كل التوفيق ليهم ان شاء الله، عليهم مسؤوليه كبيره جدا انضمامهم للنادي الاهلي، لكن بقول لهم طبعا انتم موفقين ان انتم تنضموا الى النادي الاهلي، فرصه كبيره لكم ان شاء الله باذن الله، تبقوا دعم لينا، لكن قدامكم منافسه كبيره جدا، واعتقد ان شاء الله هي اختيارات فنيه جيده ان شاء الله يبقى اضافه لينا باذن الله. اخر حاجه، غدا القيد الافريقي، غدا القيد الافريقي اخر يوم، اي من هم سيتم قيده؟ هنعلم باذن الله. شكرا.